السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين أصدقاء متابعي المشاهدين ديال قناة اليوتيوب. معكم عصام، تحية طيبة لكم وتحية طيبة لجميع المشاهدين ومشاهدات القناة. عدد جديد وحلقة جديدة من أناليز تيرسي كوارتي كانتي بلس، حلقة اللي بطبيعة الحال غادي نتكلموا فيها على الكانتي اللي غادي يكون نهار السبت في الهيبودروم ديال كان سيغمير. فكنتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وتكونوا مرتاح البال وتكونوا في أمان الله، وديريكسيون بطبيعة الحال الهيبودروم ديال كان سيغمير. إذا نهار السبت الكانتي بلوس ديالنا فغادي يكون في البودروم ديال كان سيغمير. كيف ما كتشوفوا رينيو اون لا كاتخيام كورس ديال البروغرام غادي يكون هو الكانتي، والديبار كيف ما أجرت العادة غادي يكون مع 3 و15 دقيقة توقيت المملكة المغربية. اونديكاب ديفيزي بروميير ايبروف غادي يكون هو الكانتي، ريفيرونس غادي تكون +20، غادي تكون معنا غير لا جينيراسيون ديال 4 سنين مال اي هونغر في الغياب ديال لي فيميل. دونك غادي نجريو في 2000 متر بيس اون ساب في بغينا، غادي نجريو في الرملة. ممكن احتمال كبير لي كورد يكون عندهم الدور ديالهم، لان اون فوا كنديرو الديبار كتجي لا تورنو، الا درنا ديبار في الاكستيريور مع شي نمره كبيره في الكورد فغادي تكون دوره كبيره، وممكن يعني نبقاو واحد المده طويله في الاكستيريور، الشيء اللي غادي ياثر في لا لين داغيبي. المهم هذا هو الديكور وهذا هو الديبغيف وهذه المعطيات الاوليه بالنسبه للكانتي، اللي غنمشيو نشوفوا لي شونس ديال هاد لي 16 بارتون اللي معنا في الديبار ولا جينيراسيون ديال 4. إذا نبداو مع أول باردون اللي غادي يكون هو الرقم 1 لو ساج، هاد الهونغر ديال 4 سنين، ولونطخينمون ديال جيروم غيني. عنده جوج ديال لي باردون غدا في الكانتي، هاد العودة هذا اللي نقدر نقول على أنه ريغولي كدير كاع لي كورس ديالو. شفناه كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 11 حتى لشهر 1، ودار غونطخي مقبولة كانت في هاد الباركور ديال الكانسيغمير ولا في ليبودروم ديال الكانسيغمير، ولكن كانت في 1600 متر. غدا غادي يجريو في 2000، نقدر نقول ان 2000 ماشي مشكل، ولكن الحاجه وحده اللي علامه استفهام فهي لا فالور ديالو 41، اول مره في الكانتي واول مره في لي زونديكاب. واش ممكن هاد العود ديال 4 سنين يدير هاد لا فالور هادي ويدير هاد البو هذا في الظهر ديالو تقريبا 61 كيلو؟ فهذه العلامه استفهام اللي خلاتني عطيتو دوزيام شونس، هي لا فالور وهي البوا ديالو. دوزيام شونس الرقم 1 لو ساج. رقم 2 باك تو بلاك، هاد المال ديال 4 سنين، مال اللي تا هو بالمناسبة غادي يجري أول اونديكاب ليه، تا هو كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 8 حتى شهر 1، لحد الساعة جرى جوج ديال لي كورس، وكيبان على أنه في الاتجاه الصحيح. عاود لي سبق ليه خد دي بلاس يعني في هاد الباركور هذا ديال 2000 متر في البيس اون سابل في بغي. حاجة وحدة اللي تا هويا قلت أنه ممكن تأثر عليه هو البداية ديالو في لي زونديكاب بلا فالور ديال غدا، اللي كتبان لي هي ممكن تكون شويه صعيبه عليه، ولكن النقطه الكبيره اللي هي لاكورد سايز يعني غيكون في الاكستيريور، فخاصو باركور مزيان الا بغى يسالي في لاريفي. فعلى قبل لافالور وعلى قبل لاكورد اللي في الاكستيريور عطيتو دوزيام شونس. رقم 3 لاكاجو، هاد المال ديال 4 سنين، مال اللي غادي يكون اول بارتون ديال يان باغبيغو، حتى هو عنده جوج ديال لي بارتون غدا في الكانتي. هاد العوده اللي شفناه في البدايه ديال لاكارير ديالو كان عند اوندري فابغ، وجا عند يان باغبيغو وربح الكانتي بلوس ديالو العام اللي فات في 14-11، وكيبين على انه عاود لي توا عنده لا كاليتي. فالوجيك ملي ربح الكانتي تفيناليزا وطلعت لا فالور ديالو، مي اتونسيون عنده 100% دو ريويسيت في البيس اون سابل فيبغي، يعني كيجري ديما مزيان في الرمله هاد العوده هذا، واخا تفيناليزا واخا غدا غادي يجري اول مره في هاد لي بودون ديال كانسير مير، مي كنظن ممكن يجي يقلب الان بلاس. هاد الرقم 3 لاكاجو غادي يكون اول بروميير شونس لي في الكانتي. رقم 4 بيغ لوغ، هاد المال ديال 4 سنين لونطخينمون ديال ديدي برودوم، هاد العوده هذا هو اللي كنعرفوا لاكاليت ديالو، لان شفناه ربح الكانتي بلوس ديالو فلاش ديال 3 سنين يعني العام اللي فات في شهر 10، وتا هو لوجيك تبيناليزا وطلعت لافالور ديالو، مي بان انه باقي انه ممكن يدير لافالور ديال غدا. تا هو عنده علامه استفهام اللي غادي تكون هي لا ديستونس، لان اول مره لونطوهاج ديالو كيجربوا في 2000 متر، كون كانت 1600 كنت غنكون يعني مرتاح في الاختيار ديالي لهاد العوده هذا، ولكن على قبل 2000 متر عطيتو دوزيام شونس وحطيتو في الخانه ديال اون كادو نو بارتون. رقم 4 بيغ لوك دوزيام شونس في الاون كادو نو بارتون. رقم 5 سانتيتيان، هاد المال ديال 4 سنين ودوزيام بارتون ديال يان باغبيغو، عاود لي عنده لا كاليتي، عاود لي تا هويا
شفناه العام اللي فات، يعني كان كيجري في دي بون كانتي، جرى تقريبا مع تشيتشو بوي اللي عاود اللي كنعرفو في لي كانتي بلوس، عاود لي ريغولي كدير كاع لي كورس ديالو، غادي يبدا غدا في الكانسير مير، مي عنده لا كاليتي. فتا هو يا واحد الحاجه اللي درت عليه علامه استفهام هو انه غادي يدير لا غونتخي ديالو تقريبا يعني من شهر 11، ما جراش، فما عرفتش واش اون فورم ولا باقي غادي يحتاج لواحد الكورسه ولا جوج باش يرجع لا فورم ديالو. فعاود لي غادي نعطيه البروميير شونس كوميم، لان العام اللي فات شفتو كيف ما قلت لكم كيجري مع خيل كبر منه تشيتشو بوي، شفتو كيجري مع خيل اللي عندهم لا كاليتي، خيل اللي كونفيرمو في الكانتي. فسان تيتيان كيبان لي عاود لي غادي يقول الكلمه ديالو في هاد لا كاتيجوري هادي، كوميم بروميير شونس واخا لا غونتخي. رقم 6 بيلين كوف، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر حتى هو يا اللي ما كانش عند كارلوس مونتينيغرو، ولكن اي فوا عنده فنقد نقول شفنا فات الصيف هذا ما شفناش شي حاجه كبيره، مي في كل مره كيبان على انه ما عندوش شي باركور مزيان. فكنظن على ان هذا العوده هذا غادي يجي واحد النهار وغادي يلقى حتى هو لا شونس ديالو في لي كانتي. غدا اول اونديكاب 37 فالور، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف، وغادي يكتشف غدا لي زونديكاب كانتي، وغادي يكتشف هذا الباركور هذا. فصراحه على الورق كيبان دوزيام شونس، مي يردوا البال يعاود لي كيبان ليا غادي يجي واحد النهار هو وغادي يلقى الوجوغ ديالو في هاد لا كاتيجوري هادي. غادي نعطيه بروميير شونس، ما غاديش نتسنى وما غاديش يكون العود ديال لي باريو غدا هاد الرقم 6، مي بروميير شونس باش نطلعوا شويه لا كوت لهاد الرقم 6 بيلين كوف بروميير شونس. رقم 7 اولمبيك مساج، هاد المال ديال 4 سنين، مال اللي حتى هو ما كانش عند نيكولا بيغيل حتى الساعه، راه ملي جا عنده جرى معاه جوج ديال لي كورس، وكيبان على انه في الاتجاه الصحيح. شفناه في الكانتي اللي كان في 17-1 وخاد ان دوزيام بلاس، وكيبان على انه كان قريب يربح هذاك النهار، مي كون ميم ما كانش عنده لا شونس يعني في الفوتو فينيش، وسالا دوزيام. هو الاشكال اللي غادي يكون معاه هو المسافه 2000 متر، واش ممكن يدير هذه المسافه هذه ولا لا. فصراحة غامرت وخدت لو ريسك بزاف مع هذا الرقم 7 اولمبيك ميساج اللي غادي يكون غدا باغمي الخيل اللي غادي يكونوا ملعوبين، وعطيته دوزيام شونس على قبل لا ديستونس ولا قبل لا كورت 13 دي اللي غادي تكون شي في الاكستيريور. فممكن نخسر الكانتي بهذا الاختيار هذا، مي اختيار ديالي غادي يكون هو دوزيام شونس الرقم 7 اولمبيك ميساج. رقم 8 جوجل سبايس، هاد الهونجر ديال 4 سنين، هونجر اللي سيبليمونتي باش يجري الكانتي ديال غد، الناس اللي جداد يعني في هاد لا ديسيبلين هادو ولا في هاد الدومين هذا، سيبليمونتي يعني ان لونتوغاج ديالو خلص عليه باش يجري لا كورس ديال غدا. ما عرفناش علاش، يعني قد يكون انه ما كانش اونجاجي، نساو ما ديكلاراوش، بزاف ديال العوامل كتكون، مي لونتوغاج ديالو راه غدا سيبليمونتي باش يجري لا كورس ديال غدا. المهم عاود لي تا هو ما كانش عاد ايدي دمون فوق، فلحد الساعه جدي لي كورس مع ايدي دمون فوق، وكيبان تا هو انه في الاتجاه الصحيح، وشفنا تا هو لا فورم ديالو، وشفنا لا سانكيام بلاس في الكانتي ديال 29-1 اللي كتبين على انه ادابت مع لونترينمون ديال ايديد مونفور. عاود لي كيبان لي تا هو عنده لا كاليتي، كيدير الرمله، وكنظن انه تا هو عنده لا شونس ديالو يسالي في الكانتي. بروميير شونس جوجن سبيس رقم 8. نمشيو لرقم 9 فيدالغو، هاد المال ديال 4 سنين، مال اللي بدا في الالمان في مانهايم بالتحديد، عاود لي تا هو عنده لا كاليتي، عاود لي سالا ويتيان في اول كانتي بلوس اللي كان في 29-1 داك النهار. كيف ما شفتو كان عنده الرقم 16، دار ديبار يعني في الاكستيريور ودار لي فور وشد الراس، مي في لي ديغنيغ ماتش شفنا على انه دوموندا باش يسوفلي وسالا ويتيام. غدا مره اخرى نيميرو دو كورت اللي ماشي فاسيل عنده لو 14، يعني غادي يدير نفس التاكتيك، غادي ديماري وغادي يحاول يمشي لابعد نقطه ممكنه. فكيف ما قلت لكم وملي بديت التحليل ديالي فلي كورت عطيتهم واحد الدور كبير في التحليل ديالي، غادي نعطيه دوزيام شونس ومغامره مني لهذا العوده، لان هو كنظن ان هاد فيدالغو عنده لا كاليتي، مي لي كونديسيون ديال غدا ممكن تاثر عليه، ويعني نقدروا نقولوا ان لاكورت هي اللي غتلعب الدور ديالها. فدوزيام شونس فيدالغو رقم 9. رقم 10 جي مانزور، هاد الهونكر ديال 4 سنين والدوزيام باردو ديال جيروم غينيا، عاود الباقي جديد، عاود ما عندوش بزاف ديال الكورس في الكارير ديالو، 4 ديال الكورس حتى الساعه، لان شفناه بدا العام اللي فات في شهر 9، ف4 ديال الكورس باقي ما ربحش، اول اونديكاب اول كانتي 36 فالور، نقدر نقول ان 36 ما بيهاش ملي كنشوفوا لوريجين ديال هذا العوده ده والبيديغري ديالو. فكيبان على انه عاود اللي عنده لا كاليتي، فصراحه ماشي لا سيرونس اتو ريسك، ماشي العاود ديال لا باز على ما كيبان ليا، مي كنظن على انه ب 36 ممكن يبدا الهز هذا العوده هذا. بروميير شونس مادام ما اختارش الرقم واحد لو ساج، فغادي نعطي بروميير شونس لهاد الباردون ديال جيروم غينيي المنصور ولا جي منصور عفوا، لان الاب ديال هو المنصور، فجي منصور غادي نعطيه بروميير شونس واخا البدايه ديالو في ليك كانتي. رقم 10. رقم 11 كريستيان بوناتسا، هاد المال ديال 4 سنين
ولونترينمون ديال جون كلود غوج يعاود ليك غالبا كيجيو مزيان في لي كانتي، خمسه ديال لي كانتي اربعه ديال مارسيلا في لاريبي، شفنا لا فورم ديالو، شفنا لا دوزيام بلاس اللي كانت يعني في لا تروازيام بلاس اللي كانت في الكانتي في 17-1، عاود لي تاو كيبان لي باقي بيان بلاسي. وكنظن على ان طونديم جون كلود غوجي كريستيان ديميرو عندهم ان توت بروميير شانس غدا باش يربحوا الكانتي. رقم 12 ميكايل انجيلو، هاد المال ديال 4 سنين، مال هو اللي مشى ملعوب يعني بالبدايه ديالو مع لونترينمون الجديده ديالو باتريس كوتي في الكانتي ديال 7-2، مشى ملعوب هذاك النهار ولكن سالا 9 كنظن على انه عاود لي هويا ممكن يجي واحد النهار ويلقى لا شونس ديالو في لي كانتي. السؤال والعلامه الاستفهام غادي تكون هي المسافه 2000 متر، واش ممكن يديرها ولا لا، او لا كورد كانت كيف ما قلت لكم هادشي كيف سرتشي، ومن بدا التحليل ديالي عطيت واحد الدور كبير لي كورد فلوجيك دوزيام شونس. رقم 13 غريسيان ستار، هاد المال ديال 4 سنين، مال تا هويا اللي كيجري مزيان في الرمله، 13 كورسه في البيست اون سابل فيبغي، 8 ديال المرات سالا في البوديوم وسالا مع الثلاثه الاولين، هنا كيبان لكم لان افونتاج بالنسبه لهاد العوده بالنسبه للرمله. عاود لي تا هويا نقدر نقول انه ممكن يستافد من هاد لي كونديسيون ديال غدا، بيان بلاسي في البات تابلو بوغ ان سوربريز، علاش لا، ان بروميير شونس رقم 13 غريسيان ستار. رقم 14 كوبوي، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي تا هويا دار بدايات يعني نقدر نقول ان ما بيهاش، لان اول كورسه في لاكارير ديالو راه كانت يعني في هذا الباركور هذا، وكانت في شهر واحد ديال العام اللي فات، والعود اللي كان جرى معاه واللي كان بدا معاه تا هويا سميتو ايس امباكت. ملي كنقولو ايس امباكت كنقولو العود اللي ربح لارك دو تريون في العام اللي فات، العود اللي ما خسرش حتى كورسه ديال جون كلود روجي، فهاد العود هذا راه بدا معاه يعني هاد كوبوي راه بدا معاه في الكورسه ديالو العام اللي فات. المهم كل واحد فين مشى، شفنا ايس امباكت تعزل احسن عود العام اللي فات، هاد كوبوي كيجري في ليكانتي، فكيف ما كتشوفوا يعني كل عود فين شد الاتجاه ديالو. المهم عود اللي كيبان لي اون فورم، كيدير رمله مزيان في البات تابلو، شفنا لا فورم ديالو مؤخرا كان كيستافد يعني من لا ديشارج ديال ماغي فيلون اللي كانت كتعطيه دي كورس مزيانين، وكانت كتستافد من لا ديشارج مادام انها ان فام جوكيت، فغدا هادشي كامل غادي يتبدل، ما غاديش يكون عنده هاد لافونتاج هذا. رد البال كيف ما قلت لكم هاد الخيل هادو اللي في البات تابلو ممكن علاش لا يفاجئونا ويديروا دي سيربريز. المهم انا غادي نعطيه الدوزيام شونس كوبوي الرقم 14. رقم 15 نو شو فرايداي، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر تاولي حد الساعه في اللي كانتي جوج ديال اللي كانتي لا صوت لا صوره، مي ردوا البال اتونسيو لان عاود اللي كيبدا كيبان ليا بدات كتحسن الوضعيه ديالو في اللي كانتي. اول كانتي جاب 38 ما جاش، جري ثاني كانتي ب 36 ما جاش، فغدا كيف ما كيبان على انه بدات كتحسن الوضعيه ديالو، وصل دابا 33 اونص، دونك راه بدا كيلقى دي كونديسيون جد مهمه في البات تابلو اون فورم، ولكن علامه الاستفهام غادي تكون هي المسافه ديال 2000 متر اللي غادي يكتشفها غدا. فدوزيام شونس لهاد العوده هذا، مي ردوا البال كيف ما قلت لكم ممكن يستافد من لا فالور ديالو اللي نقصات بزاف. نكملوا التحليل مع رقم 16 كافير، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي شفنا الفيكتوار ديالو في الريكلامي ديال 30-1، الشيء اللي خلاه بدل الكوري ديالو بدل لونتوراج وداز عاد مادام فالك فايس ماي فا فال ما عفوا فاس فاس ما فاس ماي، لان الماني هاد السميه هادي شويه صعيبه، فاس ماي داز عند مادام فالك فاس ماي، دونك هاد العوده هذا اللي غادي يبدا غدا في اللي كانت ب 35 دفالور، فكيبان ليا ب 33 ونص عفوا دفالور، فكيبان ليا تاهو علامه استفهام غادي تكون هي البدايه ديالو في اللي كانت، واش عنده النيفو، واش عنده لا كاليتي، واش ممكن يتادبط مع هاد لي كونديسيون ديال غدا ومع هاد اللي كيف ما كتعرفوا اللي كانت، فواش ممكن يتادبط مع هادشي كامل، شنو غنشوفوا غدا، ولا ممكن تكون ان كورس ديال فاس مايير انها تجربوا وتشوف يعني البروغرام من بعد كيفاش غادي يكون، غادي نعطيه دوزيام شونس. اذا الاصدقاء المتابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب كيف ما شفتوا درنا التحليل وشفنا لي شونس ديال هاد لي سايز بارتون اللي معنا في الديبار، فكنتمنى لكم بون شونس وبون كانتي، وموعدنا غادي يكون طبعا الحال مع الكانتي اللي غادي يكون نهار الاحد في البطوم ديال باري فانسين. الى ذلك حين كان معكم عصام، تصبحون على خير، وما تنساوش بطبيعه الحال دعم لاشين بالمناسبه، فكنتمنى لكم بون شونس وبون كانتي، ونتلاقاو في التحليل الجاي. السلام عليكم، باي باي.